انت عندك شنو بعت برشا بقى لك هدوم زوز ولا جبت هدوم زوز هكا هاو ها جبت عليك تحب نبيع بالكيلو نبيع بالكيلو اها باهي باهي قلت اللي يحب نبيع له بالكيلو نبيع له قداش بيع الكيلو 22000 يعني كيما ال 20 انا الزواري نحسب ب 20 نبيع للزواري ب 20 غير يجي يشري هكا هاو غير يجي يشري برك غير يجي يشري برك مرحبا بيه ها سلعة زغوين سلعة كليل وزعتر سلعة زغوين اعطينا بقداش العلاج هذا يسمى مليون و50 هذا يسمى 1200 الاسعار هذه تعتبر معقولة؟ معقولة عندي انا معقولة للزوالي يعني ينقصونا في الشعير هذه اسعار ينجمها الزوالي هذه الاسعار اللي تحكي عليها ينجمها ينجمها الزوالي ليش بيه؟ ينجم يشري؟ ينجمها فمش واحد مش لابس عليه تونس لابس عليه الكل. لمحة على الأسعار أقل حاجة. لا 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 بالنسبة للأسعار ثم من 450 حتى إيش ل 1200 بأسواق معقولة. 450 أنا هو 450 مثلا كيما هذا. إي. فهمتني كيما اللي بجنبه هذاك. إي. عندنا أبراشن تصفى فهمتني في 400 في 500 بأسواق معقولة بالنسبة. هذيك مثلا 500 سم معقول شو فيها هذيك؟ هذا بريود رمضان يعمل في 600 هذاك 650 ناس قاعده تصرف فهمتني ولا لا قاعدين يصرفوا الشعير فهمتني ولا لا معناها القنطار يوصل حتى ل 120 دينار بات القرد توصل ب 40 دينار معناها عباد خاسره 1000% راهي توك يعني انتم اللي تبيعوا خاسرين احنا خاسرين جيت تحبوا تبيعوا وكا هو احنا نحبوا نبيعوا مش نروحوا لديارنا ماش فيها كسبه ولا العظيم عباد مرهونه مع الفرنسارات نتاع العلف وكذا وكذا وهيك تشوفي فهمت الجيل هذا تقول له راه مليون يسمك ب 600000 ويضحك عليك يقول لك هاو تحسو فهمتي يا اختي هذا كمان لازم حكيت على اسعار مقبوله معقوله ثم اقبال التونسي قاعد يشري ولا بالاسعار خاصه لا انت تجي احكي معاه تونسي تنقص له نقص له معناها مبلغ نقول له هذاك بمليون فهمتني ولا لا يسمك ب 700 دينار وراه مليون انت ماكش باش تخلص فيه راه معناها يعني جيتو من الاخر بالكدا بالكدا فهمتي وبالنسبة للقرط توصل ب 40 دينار العام اللي فيها تشتي يو خسر اختي ما فهم شيء تو انت قاعدة تشوف ان انا اسعار قاعدة تشري مش قاعدة تشري والعمل على ربي وربي يجري على صلاحك انت مصباح هوني قداش بعت اليوم؟ انا والله العظيم لا بعت كعبة اقسم بالله اجي تقول له سو ما يقول لك سو ها يا عباد اختي يجي على مليون و200 يقول له ها ب 900 و 800000 في خاسر يحب يروح دار وعنده جمعه مكمله هنا ولا اكثر ولا اقل عباد معلفه والله اعلم حالتها وربي يجرها على الصلاح وما عادش فيها كسبه راهي صحيح جوست حب تبيع وكا هذا نداء لوزير الفلاحه يعمل اسعار للعباد ينقص في العلف يشوف راهي العباد تمرمت ما عادش ما عادش باش يكسبها حتى واحد بالنسبه لتربيه الماشي يعني انتم حتى الفلاح ومربي الماشي عندكم ظروفكم وتعاني ما عادش باش يكسبها حتى انسان راه وجيت السنا لقيت على العام الجاي ما عادش باش يكسبها حتى واحد يمشي ياخذ لك معناها شكاره شعير بحق علوش يجي يلقى روحه ما يلقى حتى شيء فهمت يا اختي هذا نداء لي هو يغزل لك الزواول يغزل لك العلف يغزل العباد كيفاش قاعده فهمت تعيش ولا اكثر ولا اقل نحكيو على اسعار علوش العيد ساعه فما قبيل ولا ما فماش ما فماش قبيل حاليا ما فماش القبيل الاسعار معناها فهمتي القبيل ما فهمش هي الاسعار معناها في المتناول مقبوله نعم مقبولة. مقبوله هي اعطينا لمحه اقل حاجه واكثر حاجه قداش من 700 فهمتي المليون ونص 750 ها هو ها صور انا شريت صور صوروا يا ها رسوا ها صور صور لحظه ايوه هو جاي هو صح ها مولاه جاي اصلا انت مولاه انا مولاه قداش هذي؟ هذي 700 هذا أقل حاجة 700 أخذوا بالله صوروا براس وديك صوروا ها هذا مزيان ها يا مدام هاكا شباب هاي أخذوا بالله هذا ب 700 شنو للفلاح ريت العام اللي فات معناه كله معناه القرط 25 ب 30 معناه هذا عام اللي داري في الناس يرحم والدي أما به السوم هاو في المتناول غير فين تسمع كان فين الغلاء الغلاء هو الفلاح المتكبد معناه له اكثر حاجه قداش بيع اقل حاجه 700 واكثر حاجه قداش بيع 900 850 يعطي 850 نبيع له اللي هو نتاع مليون ومليون واش غير اجا اشري ها هو ها هو صور براس وديك ها هاي كانيتي معناها صغير اخر ها فيه قداش فيه 40 45 هذاك بقداش هذا ب 800 850 فهمت هالاخر فهمتي ب 700 ها يعني 700
هاو 700، هاو العلو 700، هاو هز. يعني يا مواطن يا تونسي اجى يشري مواطن فهمت يا خوذ، هاو خسر. ها تسمع الغلاء هذا هو يداري في الناس، راه مش يجي هو هذا السلعه اللي قدامك هاك تشوف له خليها هاك تشوف هذا غلاء هاو مش غلاء، اجي شوف بالكيلو برطلب قداش يخرج هذا مالها هاو ولا حمد هاي الكاليتي صور فهمتي وشوف قدامك بليش. خلينا نسالوك توا انت من الصباح لليوم قداش باعت؟ كعبه واحده الشخص هذا يا ربي العمل عليك فهمتي كعبه واحده اليوم انهارتها انا كل مره كعبه اثنين ثلاثه فما اشرف فهمتي اليوم لهنا معناتها التونسي معناتها المواطن التونسي ماهوش قاعد واعي معناتها بظروف الفلاح ماهوش قاعد واعي هذا من ناحيه هو راهو شوفي اللي يشري يقول لك راني فهمتي الغلاء واللي يبيع يقول لك راهو فهمتي معناها مشري خالص فهمتي تبقى الاسعار في المتناول تو 730 و750 و800 راهي في المتناول علاش توا ذاك تشوف انت قداش عنده 6 شهور و7 شهور ياخذوا والله تعرفي فيهم متكلفوا اكثر هذي راه ريتي بالعلفت وكل شيء منه يعني تلقى روحك انت حتى فلوسك ولا ما تلم غير هات برك انت يتخلص منه لا تسمع كان انت ها غالي غالي ما تمش غلاته الاسعار هذه نورمالمون تبقى هكا لاخر العيد تبقى لاخر 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 لحظه لاخر هذيك الاخر لحظه بعد هذا ما عادش فما ما عادش هكا هذه هي الاخر راه حتى ينجم راه العام الجاي تلقيه فهمتي في بركس مثال كما هذا فهمتي راه ينجم فهمتي يعيش هذا ما واش نقول لك هذاك الموجود شريت علوش العيد هاي شرينا شرى الوالده انا خذيت اما للوالده خذيته لها من عنده يرحم والدي الحق قداش والله 700 700 فرحان وساتيسفي لا يرحم والدي الحق انا ديما نجي وناخذ من عنده وهو يداري في الناس وما يستغلش العباد وعنده كسلعة باهي الحق لما رب يعني روحت فرحة لا لا لأمي فرحان ويرحم والديه هذه اللي شريته سبيسيالمون للوالدة قلت للوالدة يعني للوالدة ما تاكلش السمين فهمتني ما تحب الظريف معناتها واحد هذا يسمى علوش برقي معناتها ما فيهوش مش سمين معناتها فهمتني باهي بالنسبة للعلوش شريته أنت بقداش شريته؟ أبار هذا بتاع اليوم الاخر بتاع ايانا اللي في الدار ناخذه 950 يعني سبع هاي ما كل واحد وسس كل حاجه وفهمتي اما بالنسبه انا اللي مش يشري يعني انت كمواطن تونسي بالنسبه للاسعار قاعد تشوف فيها سافا مقبوله لا لا تو بالنسبه لتو انا نشوف الاسواق متريقله تعدلت بارابور يعني لا لا لا, لا تو تعدلت تو مريقله تو بالنسبه لي انا الاسواق من الريفيه تعدلت معناتها ما اكل غناء ياسر واحد هذاك ما ثماش تو معناتها بالنسبه اللي يعرف كيفاش يشري ياخذ في حاجه فرصه يعني تو فرصه ان التونسي لا يشري مراعاه ترى وقسم بالله خاطر لا وهو مستخرج راه ثم فرق ما بين هو فلاح يجيب يبيع لك واحد ثم فرق ما بين جي انا نشريها من الكل ونزيد نبيعهم يلزم نربع اقل شيء 150 في العلوش هذا يا الناس ما تعرفش تصوروا بالحق البيع وشو تسمعي كان بالغلاء تبقى معناها بنتي هي في المتناول المواطن حاليا معناها تخوذ 700 دينار وشنو هي معناها يعيد مرتاح بالكدا بالكدا خير ومن الكيلو كان جي فهمتي ب 45 و50 دينار تو تلقيه فهمتي اكثر من مليون واش أما الحمد لله على كل حال.